FM. الكلمة ليك. ما حدث في مصر ليس ببعيد لولا الله سبحانه وتعالى لم يسخر الرئيس السيسي وأنقذ من مصر مما كان مخطط لها، كانت أن تكون أسوأ مما تمر به ليبيا الآن. ولاحظتوا أنتم في تونس ماذا حدث في تونس، شتانة بين ما كانت عليه تونس وما عليه تونس الآن. هل هذا ربيع عربي؟ هل هذا الربيع يعني الازدهار، يعني الانتقال من مرحلة الصيف إلى الربيع؟ لكن أستاذ، ثورات لا تأتي أكلها إلا بعد حين. ثورات لما تكون نابعة من الشعوب ولم تكون مخطط لها من الغرب، تخطيط لتمكين جماعة الإخوان المسلمين للتحكم في الوطن العربي، يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. حاولوا أن يمكنهم من مصر ومن ليبيا ومن تونس وهكذا بمسميات مختلفة، ولكنها كلها تدور حول العدالة والبناء، كلها البناء والتشييد وهكذا. فأعتقد البناء كله طبعا من عند البنا، من حسن البنا أتوا بالبناء. وكان يراد به أكثر بكثير مما جرى، ولكن ولله الحمد كان السيسي في مصر ليفسد عليهم هذا الحلم دولي. ثم كان الفريق أول ركن خليفة حفتر ليفسد عليهم الحلم في ليبيا، ومن ثم انتهى مخططهم إلى الأبد بإذن الله تعالى. الكلمة ليك.